يا ناس مات بلادنا ودينا عبلادنا، يا ناس مات بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب طولنا ببعادنا، ويا ناس مات بلادنا ودينا عبلادنا، يا ناس مات بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب الحلوة تلاقينا بلهجتها الحمصية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، اشتقنا للحلوة تلاقينا بلهجتها السورية والفرحة بصوت. يسعد صباحك زينب. يسعد صباحك سارة. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية اللي انضموا لنا برحلة جديدة من صباحنا غير لليوم، عم نطلع عليكم ضمن ساعة من الوقت مع ضيوف من مجالات مختلفة. برد الطقس، انتبهوا على صحتكم منيح، مثل ما بنعرف جائحة كورونا لا زالت مستمرة ويمكن الذروة بالفترة الحالية، إن شاء الله ما نسجل لسه إصابات وتخف أيضا الإصابات، نتمنى الصحة والسلامة للجميع. وبدي أرجع صبح على زينب، يسعد صباحك الحلو. يسعد صباحك يا سالي، وإن شاء الله هيك مثل ما قلتي الكل ينتبه على حاله، لأنه فعلا هلأ موسم مرض وإنفلونزا، وأكيد بنتمنى الصحة والانتباه على الصحة من الكل. يسعد صباحكم عن جديد، أكيد إن شاء الله اليوم بيحملكم كل الطاقة الإيجابية والفرج على كافة الأصعدة، وإن شاء الله يومكم يمر بسلام وخير وأمان وأوقات حلوة دائما تكون مع العائلة. أكيد ضمن صباحنا عنا كثير من الخبريات من جميع المحافظات السورية، وأيضا بدنا نشكر مطعم بابليتو من كفر سوسي على استقبالنا لصباحنا غير، أكيد رح نكمل لكن بعد الفاصل. يعني ذكرنا انه جائحه كبيره لكورونا، في كثير نزلات برد، احيانا العالم مجرد ما عم بتقرب عم تفكر حالها انه هي انصابت بكورونا، عن جد صار هاجس عند الكل، صار وسواس قهري يمكن. ان شاء الله هيك الكل ينتبه على حاله، اكيد رح نحكي ضمن حلقتنا شوي كمان عن هذا الموضوع، لكن خلينا نروح على اللاذقية ومقطوعات من أشهر الأعمال الأوبرالية العالمية، حضرت لأول مرة على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية ضمن أمسية جمعت صوتي رشا أبو شكر وميخائيل تادرس بمرافقة المايسترو ميساك باكبودريان على البيانو. تفاصيل أوفى بها التقرير. مقطوعات من أشهر الأعمال الأوبرالية العالمية حضرت لأول مرة على مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية ضمن أمسية جمعت صوتي رشا أبو شكر وميخائيل تادرس بمرافقة المايسترو ميساك باكبودريان على البيانو. Yeah.
الأمسية تميزت بالمقدرات العالية والتمكن والخبرة في تقديم مقطوعات أوبرالية عالمية بأصوات سورية، وتضمنت لوحات لأشهر المؤلفات العالمية. افتتحها ثنائي بالناي السحري أحد أشهر الأعمال باللغة الألمانية لموتسارت، إضافة إلى أوبرا لاترفياتا، واختتمت الأمسية بلوحة من أوبرا دون باسكوالي الكوميدية. الحفل اليوم كتير مميز وكتير جميل، هو لون لاترية شوي كان غريب عليها. أبدعوا المطربين الأوبراليين، أبدعوا على خشبة المسرح، المايسترو أبدع أيضا بالعزف على البيانو. الفكرة الأساسية هي أنه نقدم مشاهد أوبرالية. عادة الجمهور بيعرف مغني أوبرا بيوقف ثابت وبيغني، لا هالمرة نحن قدمنا مقاطع مشاهد كاملة، حاولنا قدر الإمكان مع أزياء مع إضاءة مع ديكور يلي بيخدم الفكرة، فكرة المشهد اللي عم نشتغله. فكان خيارنا من 3 أعمال أوبرالية، واحدة للمؤلف موزارت كانت باللغة الألمانية، وتنتين باللغة الإيطالية للمؤلف فيردي ودونيزيتي، مؤلفين إيطاليان. كل واحدة شخصية، كل واحدة طبيعة موسيقى مختلفة، حكاية مختلفة، ولكن اللي بيجمعهم أنه في عنا فنون مجتمع مع بعضها، المسرح، التمثيل، الموسيقى، الغناء، كلهم مشتركين مع بعضهم. حبينا بهالتجربة أنه نحاول نقرب هالحالة من الجمهور، فاخترنا يعني من 3 أعمال مشاهد هيك درامية. يمكن هالمرة حاولنا نوصلها بطريقة أظرف من المعتادة، أنه مو غناء وبيانو فقط، كان في عنا إذا لاحظتوا حركات أدائية، شوية تمثيل مع شوية ديكور، في جهد الحقيقة كبير كان عم ينشغل لتقديم هذا العرض. الرسالة هي انه نحن نقدر ننشر هذا الفن ونقول انه نحن عنا اوبرا ونحن عنا مغنيين اوبرا وفن الاوبرا موجود، يمكن يعني بنسبة قليلة، بس نحن عم نشتغل على انه نطوره وننشره بشكل اكبر. مشهد متكامل بين اداء وتمثيل واصوات ابهرت الحضور، ليكون خطوة نحو تقريب هذه الثقافة من الجمهور وتشجيع المواهب الشابة على إتقانها للوصول إلى عمل أوبرالي سوري قد يحاكي الأعمال العالمية. إلى تقريرنا التالي زينب، ومع إيقاع الحياة في المجتمع السوري وأنشطة الجمعية السورية الرائدة لأمراض الهضم التي عقدت مؤتمرها عبر منصة البث السورية لمناقشة كل ما هو جديد في الأبحاث العلمية مع تبادل الخبرات، تفاصيل أوفى مع زميلتنا رزان سليمان. نظمت الجمعية السورية الرائدة لأمراض الهضم مؤتمراً طبياً نصف سنوي بعنوان الجديد في الطب الهضمي. مؤتمرنا اليوم رح يكون على 3 جلسات، الجلسة الأولى رح يكون محور الكوفيد 19 ورح يحكوا عنه الزملاء اللي المحاضرين بهالجلسة ورح يدير النقاش عبر النت. الجلسة الثانية رح يكون عن الداء المعوي الالتهابي، الجلسة الثالثة هي عن موضوع التنظير الهضمي وموضوع المتفرقات. طبعا معنا خيرة أو من خيرة الخبراء محليا وعالميا وعربيا. عنوان الندوة رح يكون ما هو جديد في أمراض الهضم، رح نضوي كثير على موضوع الكوفيد كونه هو الشغل الشاغل، ورح نضوي على كثير من الأمور اللي أحدثت انقلاب بالعلاجات. إن شاء الله رح يكون مؤتمر ناجح. المؤتمر هو الأول عبر منصة البث السورية تم خلاله مناقشة انتشار فيروس كورونا وارتباطه بالأمراض الهضمية من قبل أطباء سوريين وأطباء من الدول العربية. الأطباء ناقشوا من خلال محاضراتهم الجديدة في الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى مجموعة الإجراءات الوقائية التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا.
رح أتكلم عن موضوع شوي دقيق بالهضمية، هو الفيزيولوجيا المرضية الدقيقة لآفات الأمعاء الالتهابية، فهم أفضل لها وتأثير هالفهم الأفضل اللي نحن عم نسعى له. طبعا لحد الآن ما وصلنا لفهم 100% للفيزيولوجيا المرضية لآفات الأمعاء الالتهابية، ولكن كل ما أننا عم نتحسن فهمنا وتأثير هالفهم هذا على العلاجات الحالية والمستقبلية للمرض. التظاهرات اللي بيهمنا بنتقل هو أكثر شيء عن طريق اللمس أساسه، يا أما الأكثر شيء عن طريق الشم بعدين باللمس. فالجهاز هذا بنتقل إذا ما واحد مو مغسل إيديه، كان بالتواليت وطلع ما غسل إيديه، ما بنسميه بالإنجليزي الهايجين، نظافة، الحفاظ على نظافة الأيدي هي الأساس. فأهم شيء بالكورونا أنه هو فيروس ضعيف جداً، ثلث ساعة ثلث دقيقة لازم الواحد يغسل إيديه بالصابون أو أي محلول معقم بسيط كتير 65% كحول، بس 5 ثواني بكفي أو 10 ثواني. يستمر العمل في إلقاء الضوء على آخر مستجدات الطب وعقد ورش علمية متنوعة لعرض أحدث التقنيات التي يتوصل لها العلم والطب البشري في مجال علاجات الأمراض السارية والمزمنة. سالي، مساحتنا الأولى حتكون مع التطوع وفريق طبي تطوعي طبعاً بوصلته إنسانية، كان وما يزال عم يشتغل بجهد وعلى أرض الواقع، وأخذ يمكن هيك صيت كبير مثل ما بيقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صدى العالم اللي ساعدوهم. أكيد زينب، وفريق عقمها التطوعي اللي لقى كتير رواج، ويمكن مثل ما قالت زينب تحت الهواء أنه نحنا شفنا عبر السوشيال ميديا هيدي الحملة منتشرة كتير، ورح نحكي عن أنشطته للفريق وإنجازاته ضمن مساحتنا الصباحية. بصرنا نرحب بالدكتور قاسم عواد منسق عام لمبادرة عقمها، والدكتور هيثم زمزم المدير الطبي لمبادرة عقمها. يسعد صباحكم، صباح الصحة. خلينا نقول صباحكم خير إن شاء الله، إن شاء الله دائما نضلوا بخير يا رب. يسعد صباحكم عن جديد دكتور قاسم. حنبلش معك هيك نذكر العالم بفريق عقمها، فكرة التأسيس إمتى قام وكيف كانت أنشطتكم على أرض الواقع؟ أوكي، هلا نحن من الأساس انطلقنا مع انطلاق الجائحة حول العالم، يعني نحن بلشنا من الشهر الثالث قبل ما توصل الجائحة لسوريا، شفنا نحن الوضع حول العالم كيف عم يصير وكيف عم ينتشر من مكان ولمكان ثاني وبسرعة كبيرة وبسرعة رهيبة. فاجتمعوا مجموعة شباب حبوا يقدموا مثل نوع هيك توعوي إنه نحن يا جماعة في شيء خطير جاي على البلد، فنحن لازم ناخذ إجراءاتنا. فبداياتنا كانت هي بس هيك بحملات توعية، نزلنا على الشارع نحكي العالم نخبرهم نعطيهم مثل شيء هيك إنه على التاتش بس مشان تذكرنا بوسائل الوقاية. مع مرور الأيام نحن كلكم أطباء؟ لا، نحن كنا من مختلف فئات الشعب، يعني كنا أطباء، يعني أطباء طلاب جامعة حقوقيين مختلف الشرائح. يعني مع الأيام نحن يعني صار في مثل نسيان للموضوع، يعني العالم فكرت إنه خلاص ما عاد يجي المرض، المرض انتهى، هو راح دول العالم وما إجى لعنا. للأسف هو كان بس عم يتأخر علينا. يعني مع انطلاق الجائحة نحن انطلقنا لمرحلة تانية هي أسطوانات الأكسجين. نعم، هي التوعية، يعني عملية التوعية، عملية الاستشارة الطبية. فبهذاك الوقت نحن احتجنا لكادر طبي، احتجنا لعالم اختصاصيين بالمجال البحث يعني، فاستعنا بالكوادر الطبية، استعنا بالدكتور هيثم وأصدقائه، والحمد لله يعني قدرنا نحن نكبر الشغل ونصير مثل عبارة عن يعني خدمة طبية، معاينة طبية، استشارة طبية هاتفية بالإضافة لأسطوانة الأكسجين، وكبرنا على هذا الشيء. والحمد لله نحن اليوم يعني قدرنا نخدم عدد كبير من المرضى، قدرنا إنه الحمد لله فينا نقول أنقذنا أرواح بشر يعني بأعداد كبيرة، وهذا أكبر إنجاز لنا يعني الحمد لله. أكيد يعني أكبر إنجاز مثل ما ذكرت هو أنك تنقذ حياة شخص من الموت، إن شاء الله ما حدا بيشوف ضرر. رح ننتقل لك دكتور هيثم لنحكي أكثر أنه أي فريق ببدايته بيكون عمله يعني خلينا نقول بداية، يعني بده يبلش عمله لينجز شيء معين، في صعوبات معينة يمكن أنتوا واجهتكم من خلال تغطيتكم لأكبر عدد ممكن من خلينا نقول المناطق، كيف لقيتوا تفاعل العالم، استجابة الناس لكم، خصوصي أنتوا جايين خصوصي من شانهم كرمالهم؟ بالبداية صراحة أكثر مشاكل واجهناها هي التنقل، المواصلات تماماً من منطقة لها، خاصة في مناطق ضمن دمشق بعيدة عالية، السيارات حرفياً ما بتوصل لها،
لا سيارة إسعاف ولا سيارات، فكثير أحيان كنا نمشي للمنطقة حتى نوصل لعند المريض، خصوصا إذا في حمل أسطوانات أكسجين أو شيء نساعد المتطوعين حتى نوصل الأكسجين للمريض. هاي من ناحية الصعوبات كان في نقص بالأدوية، نقص بالمعدات الحماية للأطباء، كل المعدات الطبية معدات غالية مكلفة، ارتداءها صعب. هاي الصعوبات في بداية العمل، بعدين صرنا نتحسن شوي شوي، صار يجينا مساعدات عينية تبرعات، تحسن هذا الوضع بشكل كبير الحمد لله. طيب بما أنه كان في هاي الصعوبات من حيث أنتم كمان كأدوات وتجهيزات لإلكم ككادر تطوعي وطبي، خلينا نحكي عن الأزمة اللي صارت بأسطوانات الأكسجين، كمان كان لكم دور كتير فيها، إن كان بتعقيمها وإن كان بتأمينها كمان لبعض العالم، قد لعبتوا دور؟ وهلأ بهي الذروة اللي عم نشهدها عم نشوف كأنه بدمشق أخف من غير محافظات، وهل لكم افرع بغير محافظات او مثل؟ تمام. هلا بالبدايه هو ما اجى لعنا المرض للاسف اجى بشكل فجائي، يعني نحن كنا بيوم وليله عم نشوف الحالات عم تزداد والطلب صار عم يزيد على اسطوانات الاكسجين. دمشق ما كانت مجهزه حالها يعني بالشكل الكامل بعدد الاسطوانات الكافي، فبدايه الذروه الاولى كان في طلب شديد، فللاسف يعني صار مثل سوق سوداء، يعني صار في طلب زايد وصار في عالم انه عم تحاول تبيع مثل سوق سوداء يعني. نعم. فوصل فيه بعض الاحيان سعر المليون ليره. صح. ويعني حتى اذا يعني مليون ليره ممكن ما كانت تتواجد كمان، فنحن لعبنا على هذا الوتر انه لا، انه لازم نحن ندبر اسطوانات الاكسجين. فنحن عملنا حلول بديله، مثلا صرنا نتواصل مع اهل اللاذقيه، نتواصل مع حمص، نتواصل مع عدرا الصناعيه، حتى بعض الاحيان يعني عملت اتصال بحلب انه اذا نحاول نحن نجيب اسطوانات لهون. فكان في طلب زايد ويعني نحن كنا عندنا الحلول البديله انه نطلع المحافظات الثانيه ونجيب الاسطوانات لهون، الحمد لله نجحنا بهذا الحل. هلا مع الموجه حاليا عم نشهد حاليه يعني الحمد لله رب العالمين، يعني فينا نقول انه الاسطوانات تأمنت، يعني الشيء اللي كان مو موجود بالذره الاولى هلا حاليا العالم لا تجنبت هذا الموضوع، فصار في كميات اكبر، صار في طلب زايد من كل التجار، والناس عم ترجع على الاسطوانه هلا بعد يعني لا الحمد لله طالما نحن انه تعاوننا مع العالم، العالم تتعاون معنا يعني وقت ما يشوفوا خدمه مقدمه وانه روح طيبه وعن جد في شيء على الارض كثير العالم بتحبه فالعالم بتتعاون معك، فالحمد لله يعني هلا ما في يعني بدنا نقول انه الاحتكار في عدد اسطوانات كافي في مدينه دمشق. ممكن باقي محافظات انا صراحه ما عندي يعني تفاصيل كافيه لانه نحن فقط في دمشق وريفها، فقط يعني فقط في دمشق. تمام. بس في مبادرات يعني انطلقت على نفس المبدا والحمد لله نحن بنشجع الكل، يعني اكيد ما بنحتكر الفكره، هي الفكره للجميع يعني، فنحن دائما بتحكوا معنا بالحمص اللاذقيه حلب، فدائما نحن على تواصل يعني بيطلبوا منا استشارات. نعم. شو نعمل وين نروح، بس نحن دائما ما عندنا تنسيق على ارض الواقع، يعني هي المشكله الاكبر يعني عم تصير. تماما. دكتور هيثم يعني حكيت نقاط جدا مهمه، كمان في نقطه لازم نحن نوضحها للكل، هي كميه الوعي اللي نحن لازم نكون او نتمتع فيه بفتره من الفترات. يمكن لاحظنا ببدايه ازمه كورونا وعندنا ازمه لانه هي ازمه فعلا وجائحه كثير كبيره، كان ما في هالنسبة الوعي عند الناس على الله، أكيد الله هو قادر على كل شيء، ولكن دائما الحذر أو الاحتياط واجب، ويمكن جائحة كورونا بالذات الوقاية بيقولوا خير من قنطار علاج. خلينا نحكي كيف ملاقي الوعي المحيط، يعني الوعي العالم، أنتوا بإضافة لعملكم قديش كمان تبذلوا قصار جهدكم لتوضحوا للعالم أنه هذا المرض ما فينا نستهتر فيه؟ من ناحيتنا نحن حاليا محتضنين من قبل جمعية تنظيم الأسرة. نعم. عملنا فريق كامل حوالي 60 أو 70 طالب طب فقط للتوعية، خلال حملة مدارس، نحن من خلال الثلاثة أشهر الماضية عملنا حملة بالمدارس للتعقيم وللتوعية وللاستشارات الطبية والاستشارات الهاتفية، فقط نوزع أرقامنا على الطلاب، نعطيهم كمامات، علب تاتش، مو مشان العلبه بحد ذاتها، بس الطالب بتضل بعقله انه في لازم عقم، لازم يضل ملاحق هالقصه. صح. وفريق التوعيه الله يعطيهم الف عافيه، بذلوا جهد كبير بالتوعيه ورفع الوعي. انا برايي الشخصي خلال الذروه الثانيه في وعي اكثر من الذروه الاولى، خلال بالشعب في ظروف صعبه بالبلد، في اشياء غير قابله للتفادي مثل المواصلات، النقل العام، بشكل عام الوعي افضل، بشكل عام الوعي افضل، خصوصا وقت اللي عم يمرض الشخص يعني صار في وعي بيحجر حاله فورا، حتى لو نزلت برد، حتى لو اي مشكله ثانيه عم يعزلوا حالهم بشكل عام افضل من الذروه الاولى.
صار يمكن سالي في هيك ردة فعل كمان من هذا الشيء ومعلومات تراكمت قد ما الناس بالذروة الأولى هيك شوي كمشت حالة. خلينا نحكي شوي عن آليات التواصل مع الناس. أنتوا كفريق عقمها كيف عم تتواصلوا مع العالم؟ الاستشارات كيف عم تتلقوها؟ إذا كان حدا مريض عم تعطوه نصايح مثلاً؟ تمام. هلا نحن الخدمه الاساسيه اللي انطلقنا فيها هي الخط الساخن. نحن عندنا خطين اسعافيات لاي استشاره طبيه 24 ساعه دائما متواجدين. شو هن الارقام كمان خلينا نذكر؟ تمام. هلا في عندنا رقمين موبايل ورقم ارضي هو من قبل جمعيه تنظيم الاسره. فرقمين الموبايل هن 0982 319 439 0902 848 0354. وفي عنا رقم أرضي كمان اللي ما بيقدر يتواصل معنا على الموبايل هو 333-0185. فنحن أرقامنا دائما متواجدة 24 ساعة. أي حدا عنده استشارة طبية، أي حدا عنده معاينة، نرجع بس نعيد الرقم على مهلنا مشان لكل حدا. أوكي. 0992-848-0354 0988-319-439 و33-0185. هدول أرقامنا دائما متواجدين 24 ساعة لأي خدمة طبية، لأي استشارة، لأي معاينة، أي حدا بده شيء. يعني بعض الأحيان تجينا يعني أبسط التفاصيل، يعني بعض الأحيان نحن في حالات إسعافية العالم ما بتعرف تتصرف، فبيحكوا معنا إنه شو نعمل، فبنعطيهم أرقام الإسعاف، بنعطيهم رقم الهلال، فبنعلمهم كيف يعمل وكيف يتصرف. وبعض الأحيان بتجينا حالات بسيطة بنقول لك كيف تعمل، كيف تحجر حالها. بعض الأحيان بتجينا حالات شديدة ما عندها أي علم عن حالها إنه في هي وضع صعب وما نعرفان شو عمل، فنحن بنعطيها. بعض الحالات بتطلب منا إنه نحن بدنا طبيب، فنحن فورا بنطلع لعندها. والحمد لله رب العالمين. يعني بأي ساعة مع العالم تمام، دائما دائما يعني بأي ساعة يعني نحن مطلوبين. يعني نحن الساعة 3 بالليل متواجد، الساعة 4 بالليل، الساعة 9 الصبح، فدائما نحن متواجدين. فالحمد لله يعني نحن قادرين نخدم هذا الموضوع، خاصة نحن هلا يعني مشكورة جمعية تنظيم الأسرة أعطتنا مركز كامل مجهز بكل نعم. الأشياء يعني مشان هذا الموضوع. يعني مشكورة الجهود المبذولة، نحن عن جد منفتخر فيكم بهي الأزمة خاصة. يعني أثبتوا جيشنا الأبيض هو لا يقل أكيد عن جيش العربي السوري، اثنيناتهم بخندق واحد، اثنيناتهم عمل إنساني. بدنا نشكرك كثير دكتور هيثم، وأيضا دكتور قاسم على وجودكم معنا. هاي الأرقام صارت عن جميع مشاهدينا اللي يتواصلوا معنا. الله يسلمك يا رب. شكرا لكم، مشكورة جهودكم، شكرا لكم. واكيد اي عمل تطوع بيحمل طابع انساني بنفتخر فيه، وخاصه بالازمات قد ايه حلو السوريين يكونوا مع بعضهم. موفقين يا رب، وان شاء الله هيك ما كثير حدا يحتاجكم يا رب. ان شاء الله. امين يا رب. شكرا لكم، شكرا لكم. الله يحميكم. شكرا لكم. نروح هلا كمان على مساحتنا الثقافيه ومكتبه الاسد الوطنيه، وتحت عنوان كن سفيرا للقراءة أينما كنت أقيمت الاحتفالية الثامنة لليوم الوطني للتشجيع على القراءة بمرحلة الطفولة المبكرة. تفاصيل أوفى مع رزان سليمان. الطفولة مرحلة مهمة من حياة الإنسان، إذ إن الجزء الأكبر من المهارات تتكون في هذه المرحلة. ولتنمية هذه المواهب أحيا المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة حفلاً في مكتبة الأسد بعنوان كن سفيراً للقراءة أينما كنت. هذا العمل بالتعاون مع وزارة الثقافة، بين وزارة التربية ووزارة الثقافة، هو عمل مميز لأنه تناول موضوع القراءة. للأسف اليوم كثير من أبناء الجيل الجديد يبدأ باستخدام التكنولوجيا ويعتقد أنها بديل عن القراءة التقليدية. من خلال هذا اليوم ومن خلال نشر قصص للأطفال في مرحلة طفولة مبكرة، نحن نحاول أن نشجع هؤلاء الأطفال على العودة إلى الكتاب، العودة إلى القراءة. هذا اليوم نتوج به أعمال عام كامل من جهد مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة للعناية بتنشيط القراءة ودعم القراءة للأطفال في السن المبكرة، في سن الطفولة المبكرة.
هذه مناسبة جميلة جدا، شارك فيها أطفال من المعهد، معهد صلح الوادي للموسيقى، غنوا كما لم نسمع أطفالا من قبل، وأطفال آخرون شاركوا بإلقاء قصائد. الواقع يعني لامست شغاف القلب. استعرض خلال الحفل مجموعة من المواهب في إلقاء الشعر والغناء بالإضافة إلى الرسومات من نسج خيال الأطفال. الاحتفالية العامة لليوم الوطني للتشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة، وهي الاحتفالية الثامنة التي تقوم فيها وزارة التربية من خلال المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مع وزارة الثقافة ممثلة بمديرية ثقافة الطفل. طبعا اليوم هو عادة بيكون نتاج لأعمال تكون على مدار العام، نسعى من خلالها لتشجيع كل المعنيين بالطفولة، حتى الأهل كمجتمع محلي، لتشجيع القراءة، لتشجيع الطفل من مرحلة مبكرة على القراءة. أنا خريج المركز السنة الماضية، ألقيت قصيدة للشاعر هشام الجغبي عنوان التأشيرة. أول مرة تحب قلبي وأول يوم أتهنى، يا معلى نار الحب قالولي واللي تهم الجنة. أول مرة. الحفل اختتم بتكريم الفائزين في مسابقة قصة طفل في سن مبكرة، بالإضافة لتكريم لجنة تحكيم الأعمال الأدبية المشاركة في المسابقة. زينب، كنا عم نحكي بهذا الشهر انه شهر الميلاد، دمشق دائما بتلبس حلة الميلاد وبتكون في فعاليات ميلاديه وبازارات خيريه، منها بازار ايد بايد يلي بيضم مجموعه من الحرف والاعمال اليدويه. رح نروح لتقريرنا التالي، كاميرا الاخباريه السوريه كانت مع زميلتنا سمر معمو ورجعت لنا بالتقرير التالي. هلا الإقبال كتير حلو، وعاملة مثلا مربى الباذنجان، مربى القرع، مربى النانورج، عاملة وجبات مثلا سلطة درة، سلطة معكرونة، يلانجي، بيتزا، فطاير بجبنة محمرة. احنا مشاركين بصابون هاند ميد وقصص زينة وهدايا للعيد، كله صابون هاند ميد معمول من زيوت طبيعية ومواد طبيعية مثل زيت جوز الهند، في صابون غار، ألوفيرا، كله طبيعي وكله معالج للبشرة. وهدول هنا في عنا شغلات عاملينا كمان هيك ديزاينات للعيد كتير حلوين. عندنا منتجات طبيعية مثل الأعشاب الطبيعية، الخلطات الطبيعية المركبة من العسل مع الأعشاب، مع غذاء ملكة نحل، مع الحبة السوداء بنساويها تركيبة يدوية. عندنا صوابين نحن بنساويها صابون الحبة السوداء مع صابون الغار وزيت الزيتون، يعني منتجاتنا طبيعية للعناية بجسم والشعر عن طريق الطبيعة. مجموعة الهدايا اللي عندي هي زينة للشجرة، كاسات، فناجين، هالقصص. نحن بننزل أكتر شيء ومنركز على زينة الشجرة لأنه الشجرة بتعبر عن حياة جديدة، عن بداية سنة خير، عن بداية هيك، فكتير نحن بنهتم فيها وإن شاء الله يا رب تكون بداية حلوة علينا وسنة خير على الجميع.
الشغلات الثانيه اللي عملتها هن جينجر بريد الخاص باعياد النويل والكريسماس وعيد الشجره. طبعا هن عباره عن بسكويتات غنيين بالزنجبيل والبهارات، قرفه، قرنفل، جوزة الطيب، بهارات مشكله. هي ميزتها بس انه بهذا الوقت بيعملوه بالدول الغربيه، فحبيت اجيب هي الثقافه اللي عندنا كمان اضافه لثقافتنا. وبنفس الوقت عندي كريمات البيو يلي عملتهم كمان انه ما فيهم اي ماده كيميائيه. نحكي أكثر عن بازار إيد بإيد، أكيد معنا لؤي عبيد وميسون يازجي منظمية بازار إيد بإيد. يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا فيكم. وأنت بخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم أكيد أستاذ لؤي وسيدة ميسون. دائما نحن بالميلاد بننطر هذا الشهر بالذات ليكون في البازارات، خلينا نقول لننزل نزور البازارات ونشوف الأعمال يلي بتحتويها. خبرنا أول شيء عن إيد بإيد، يعني إيد بإيد، يعني لازم نحن نكون عن جد سوا بهذه الفترة لنقدر نتجاوز أي صعوبة. نحن شعار معتمدينه إيد بإيد لأنه لازم كل شيء يكون في تعاون فيه، فأخذنا هذا الشعار وانطلعنا لحتى نكون متعاونين أنا وميسون وأنا والمشتركين وأنا والزوار، يعني جميعا نكون متعاونين إيد بإيد لحتى يكون كل شيء أفضل وأحسن. أكيد ميسون، يعني كان طالع التقرير وعم تتحذر مين عم يحكي أهم المعروضات، يعني عم نسمع أنه ونشوف أنه كان في معروضات متنوعة، إن كان أكل، إن كان زينة، إن كان أغراض تانية ممكن تكون حرفية أكثر. خبرينا أهم المعروضات شو كانت؟ الحقيقة السنة كان البازار غني بالأشغال اليدوية، وكان غني بنسبة الصبايا والشباب يلي هن بيشتغلوا بإيدهم، مع الحقيقة أنه هن كلهم من حملة الشهادات يعني، بس نظراً للظروف الصعبة وللوضع الاقتصادي شوي حاولوا يطوروا حالهم وحاولوا ما يضلوا ثابتين بمكانهم، فأبدعوا بشغلات تانية. في عنا زينة الميلاد يلي هي معمولة من الأشغال اليدوية كلها، في عنا الحلويات، ضيافات العيد، عنا أعمال خشبية بالريزين وبالإزاز المصبوغ المشغول كله، كمان ممكن تكون هدايا. عنا الكريمات، الحقيقة كمان كان عنا تنوع بهذا الشيء، والشيء اللي لمسته أنا أنه هلأ بيجوز كتير ناس كانت معتمدة على الكريمات اللي هي مستوردة من برات البلاد، ونتيجة غلاء الأسعار وصعوبة وصولها لإلنا، فقدرت تلاقي البديل من أعمال شبابنا والصبايا اللي فعلا عبينتجوا شيء مميز أكيد. وفعال عنا كتير شغلات تانية، عنا حتى المعروضات اللي بتنحط أشغال اليدوية، الكروشيه اللي بتكون مميزة الحمراء والخضراء كمان كتير كانت موجودة عنا، بالإضافة للإكسسوارات اللي اعتمدت على الأحجار الكريمة وحتى على الخيطان وعلى الجدل اللي كتير كان مميز لهالسنة. أكيد دائما في شيء مميز إحنا بنلمسه بهذا الشهر. أستاذة لؤي، مثل ما شفنا بالتقرير اللي كان إنه في سيدات أكيد بيعملوا شغلات ببيتهم مثل أكلات، معنا مثل مطبخ هيك صغير، هذا كمان شيء بيساعد السيدات السوريات اللي ما عندهم مصدر رزق وعمل إنهم يبيعوا وبأسعار مناسبة. احكي لنا عن فرص العمل أيضا اللي ممكن تخلق البازارات بهذا الشهر. مثل ما تفضلتي وحكيتي، فرص عمل يعني خاصة للمرأة أكيد، يعني بتقدر تشتغل ببيتها إن كان أكل أو إكسسوار أو أي شيء تاني، فهي نحن البازار فعلا بيعطيها فرصة لأنها تنعرف وأنها يعني تقدر تنتج أكثر شوي، لأنه بس تنعرف بالبازار بصير في ناس بتطلب منها، بتدق لها تليفون بتقول لها بدي كذا بدي كذا، ففرصة البازار تعطي مجال للست السورية اللي عم تعمل ببيتها انها
تنتج اكثر وتصير معروفه اكثر. صحيح. طيب البازار اول شيء حكوا لنا كم يوم ضل، وباليوم الاخير دائما بصير في عروض، شو هي العروض اللي انتم حتقدموها بالنسبه للاسعار وهي مشان العالم تتوجه؟ هلا بازارنا بلش يوم السبت والاحد واليوم اخر يوم. الحقيقه نحن من بدايه البازار حاولنا نقدم عروض وهدايا واسعار مميزه نظرا لارتفاع اسعار المواد كلها. صحيح. وخصوصي بهذا الشهر انه موسم والناس كلها مضطره تشتري كثير شغلات، فحاولنا نركز انه تكون الاسعار، طلبنا طبعا من كل العارضين انه يقدموا افضل اسعار عندهم لهن يستفيدوا، كمان الزوار تبع البازار يستفيدوا. هلا اليوم كانه اخر يوم، فدائما باخر يوم بصير بقى في تنزيلات وفي عروض وفي هدايا وقطعتين بسعر قطعه. حتى الشركات اللي مشاركه معنا وهي شركات سوريه ناشئه، وفي منها شركات سوريه عريقه طبعا مثل شركه دلتا، كمان عملوا عروض لاخر يوم وتنزيلات بالاسعار. حلو كتير. وهدايا على الشراء يعني. يعني بالختام حابين توجهوا هيك كلمه عبر شاشه الاخباريه السوريه لكل حدا مشارك بالبازار كان، ويعطون العافيه. مددتوا شيء ولا لا؟ هلا تمديد ما في، ما بنقدر لانه هيدا التزام. نحن حاليا بازارنا بفندق اميه بقاعه الرحاب، اليوم اخر يوم، تمديد ما بنقدر. بس بنحب نشكر كل وسائل الاعلام اللي حقيقه دعمتنا كثير، وبنشكر الاخباريه خصوصا، وبنشكر اداره فندق اميه على تعاونها معنا، بنشكر شركه يلا جو اللي قدمت عرض مميز بتخفيض اسعارها لزوار البازار، وبنشكر كل الزوار اللي شرفونا، والحقيقه ان شاء الله يكونوا انبسطوا. كمان نشكر العارضين اللي كانوا معنا وقدموا احلى ما عندهم وبارخص اسعار، وان شاء الله نكون موفقين. وشكرا لكم. اكيد انا بدي اعايد الجميع وعايد حضرتكم، واتمنى للجميع شهر خير، ونكون ان شاء الله نكون قدرنا قدمنا شيء مميز وحلو بمناسبه الاعياد، وبتشكركم جميعا. يا رب يعني هالشهر يحمل كل الخير والسلام والامن والصحه للكل، والفرج على كافه الاصعده، ويضلوا هيك السوريين يعني مبدعين بكل الازمات، ما في شيء بيوقفهم. امين يا رب. لوجودكم. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم. اكيد رح نروح على قنيطره ورح نحكي مع مبادره الشؤون الاجتماعيه والعمل نبض سوريا، هي جمعيه للمكفوفين المصابين بالالغام، قامت بتوزيع كراسي متحركه وعكازات للاشخاص اللي عندهم اعاقه ضمن مقر المديريه بمدينه البعث. تفاصيل مع مراسلنا علي الاحمد بالقنيطره. شكرا. قامت جمعية نبض سوريا وجمعية المكفوفين والمصابين بالألغام بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة بتسليم كراسي متحركة ووكرات وعكازات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مقر المديرية في مدينة البعث. تم اشتراك جمعية الأهلية بتقديم معونات حركية لذوي الإعاقة في هذا اليوم، وطبعا في عندنا فعالية كانت مع الأولمبياد بالتشجير والتعاون مع جمعية نور وجمعية النبض وجمعية المكفوفين وجمعية الألغام بهي الفعالية، وطبعا باقي الجمعيات قامت بهي الفعاليات من طبعا من أجل عمليات الاحترازية. كافة الجمعيات قامت بفعاليات ضمن المقرات تبعها بتقديم المساعدات لهذه الشريحة الغالية على قلوبنا. نقوم تكريم ذوي الإعاقة لنحسسهم أنه هن من ضمن المجتمع وفاعلين وقادرين أن يعطوا بكل ما عندهم من همم ونشاط وفاعلية، ما هم أقل مننا، ونحن وياهم يعني بنفس المسار. نحن كمحافظة دائما نهتم بهذه الفئة من حتى ينخرطوا في المجتمع، ونحن كمحافظة مهتمين كل الاهتمام، وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والحكومة كلها بهذه الفئة كي ينخرطوا في المجتمع ويقضوا حاجات طبعا في المجتمع. ويتم توزيع المساعدات عبر استهداف الفئات الأشد حاجة المبنية على دراسة ميدانية بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل كنوع من الدعم الإنساني لمساعدة هذه الفئة من المجتمع وإعانتهم على الإعاقة. زي
انتهينا بفقرتنا التالية والأخيرة لليوم، رح نسلط الضوء على نشاط طبي إنساني ونتعرف على جمعية ونشاطات هيدي الجمعية يلي بتشمل كافة أراضي الجمهورية العربية السورية، أكيد الجمعية السورية للداء الزلاقي. لنحكي أكثر عن هيدي الجمعية ونتعرف على أهدافها وعن أهدافها ونشاطاتها بصرنا نرحب اليوم بالسيدة رانيا تمر آغا، أمينة سر الجمعية السورية للداء الزلاقي، والسيدة أيضا وفاء مريش مشرفة مجموعة أيضا خالية من الجلوتين. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا صباحك. يسعد صباحكم إن شاء الله هيك ما يكون في داء زلاقي أبدا إن شاء الله. إن شاء الله في داء علاج إن شاء الله. يسعد صباحكم. خلينا نبلش ونحكي عن الجمعية كيف تأسست وهدفها ليش إنه الداء الزلاقي. الجمعية السورية للداء الزلاقي هي جمعية فتية أنشئت حديثا بموافقة من وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. حقيقة الجمعية أنشئت من واقع معاناة المرضى وآلامهم. هي تعنى بشؤون تنظيم شؤون المرضى، تلبية احتياجاتهم، تأمين متطلباتهم. خاصة الغذاء يمكن في كتير قصص بينحرموا تمام. منها تمام. هي تعتمد أساساً الداء الزلاقي على حمية غذائية خاصة. هلأ تضم الجمعية عدد من الأطباء والمصابين وناشطين بالمهتمين وناشطين بالداء الزلاقي. أهداف الجمعية حقيقة أول شيء أنه مساعدة المرضى بنفقات التشخيص، متابعتهم صحياً ليقدروا يوصلوا لحياة صحية صحيحة عن طريق أطباء، تعاون بين أطباء بين صيادلة بين مخابر. الفكرة الثانية أنه هي توعية المجتمع شو هو الداء الزلاقي. مجتمعنا ما بيعرف شو يعني داء زلاقي ابدا. بيعاني المريض انه هو بين انه هو بده يتبع حميه بين انه هو بده يقدر يفهم المجتمع معروف بسوء الامتصاص اكثر ما هي تمام معروف بسوء الامتصاص حتى سوء الامتصاص يعني ما كثير بيعرفوا الاشخاص صحيح. بفكروا انه ممكن بس صحيح. للاطفال حقيقه هو بيشمل الاطفال والكبار سوا كافه الفئات العمريه. فمهمه الجمعيه هي مهمه كثير كبيره لتقدر توصل الوعي للناس انه مين هن هدول الفئة، كيف يقدروا يتعاملوا مع حياتهم، كيف بنقدر نخفف من معاناتهم. نعم بهاي الطريقة ممكن يصير عنا توعية عن المرض. حلو. مدام وفاء ذكرتي انه هي بتشمل كافة الفئات العمرية، معناتها هي احيانا بتخلق مع الانسان ولا لا هي مكتسبة من خلال طبيعة التو... هلا الداء الزلاقي هو مرض مناعي جيني وراثي مكتسب ينجم عن ردة فعل الجهاز المناعي البروتين الجلوتين الموجود في القمح والشعير والجودار. فهو مين بينصاب فيه؟ بينصاب فيه من عنده قابلية جينية للإصابة بهذا المرض. هلا في ناس ممكن عندها أجدادة آباء بس هي ما عندها قابلية جينية. حلو. فهذا يستثنى ما بينصاب، بينصاب اللي عنده قابلية جينية لأن كتير هو بيقال وراثي 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 بس أنا ما عندي قابلية جينية. نعم. وراثي عندي قابلية جينية فبينصاب فيه اللي عنده قابلية جينية للإصابة بهذا المرض. في عنا مرحلة الأطفال الطفولة اللي هي البيبي ممكن يشفى من هذا المرض لأنه مرضه هو مبكر وإذا كانت الحمية تمام خالية من الجلوتين بينشفى بإذن الله. والفئات العمرية المتتالية فيما بعد حمية مدى العمر ما في شفاء ابدا الا انه في تعافي بس طالما تعافت الامعاء فمعناها انا بمرحله الشفاء لكن مو الشفاء يعني انا طبت ما عاد اعمل نظام غذائي. الحميه بدها تكون مدى العمر حتى تتعافى الامعاء ويرجع وضعي الصحي الطبيعي كاي شخص اخر بياكل قمح تماما تماما. طيب الدعم النفسي اللي عم تقدموه كجمعية خلينا نقول اليوم بهي الفترة تمام بدك تحكي عن الدعم النفسي. طيب الدعم النفسي هو جزء من العلاج بأي مرض صحيح؟ أو ممكن خليه يلتزم بالحمية طالما أنه في ممنوع وفي مسموح صحيح. هلأ في نحن كتير عنا ممنوعات وعنا مسموحات بس عادة مريض الزلاقي بيشعر يمكن شوي بالعزلة لاني مثلا شباب بيطلعوا مع رفقاتهم مشاوير بس ما بيقدروا ياكلوا يعني فبهي الحاله هون بتتم عن طريق ايجاد بيئه اجتماعيه بتهيئ لهم انهم يتعاملوا بتهيئ لهم للشباب انهم يتضمنوا مع بعضهم يتعاونوا مع بعضهم يشجعوا رفيقهم اللي عنده داء زلاقي انه لا نحن مثلنا مثلك
عرفتي كيف؟ وهذا التعامل بده يكون آمن هيك بين بعضهم. حلو. ونشر الثقافة، هاي الثقافة بتخليهم يحدوا من تزايد المرض وتطوره من الناحية المعنوية والناحية النفسية. فهون الرفقات بيلعبوا كتير أكيد. دور أكيد. بالتشجيع أكيد. في البعض بيقمع والبعض بيشجع صحيح. فنحن من النوع اللي منحب نشجع أكيد. مثل ما ذكرتي مدام وفاء، يعني رانيا أيضا خلينا نذكر نقطة معينة، هو ثقافة تقبل الآخر هي عنصر كتير هام بدعم النفسي، وخاصة لهذا المرض وغيره من الأمراض. يعني عادي إذا إنسان عامل حمية بنعتبرها مثل فترة الصيام، في أحيانا عالم ما بتصوم وأحيانا بتصوم، ولكن نحن مع بعض بنتضامن مع بعض. قدمهم أنه يكون في ثقافة لتقبل الآخر. نحن بنختلف بكثير أمور ولكن بنتفق بالجوهر. تفضلي. صحيح. هلأ أنه لنقدر نوصل لمجتمع هو يقدر يتقبل الآخر، لازم أنا أعرف شو عنده، لازم أشعر بشعوره. يعني مثلا هلأ عم نعاني مع الامهات اللي عم يعانوا مع اطفالهم بالمدارس، انه ممكن الاطفال ما عم يقدروا يتفهموا وضع رفقاتهم، حتى المدرسات احيانا ما عم تقدر تتقبل انه هذا الطفل، او ما عم تقدر تتعاطى هي وهذا الطفل انه هذا الطفل له وضع صحي معين تماما. لازم تراعي، ممكن اذا قال لك ما بقدر اكل هي الشغله ما تضغطي عليه، او اذا رفقاته ضيفوا. عم نسعى لنوصل لكل القطاعات لحتى نقدر نتعاون. حقيقه انك تبني جيل سوي نفسيا شيء كثير مهم. الطفل اذا ما قدر محيطه يتقبله او حسه انه هو غريب عنه، صعب ينشا يعني تبقى شخصيته ضعيفة شوي. هون بيجي دور الجمعية إنه نتعاون نحن بيننا وبين الأمهات، بيننا وبين معامل الأغذية، بيننا وبين القطاع التعليمي، لنقدر نتجاوز مرحلة الجهل يلي عم نعاني منها حالياً. أكيد. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق بالجمعية، بالتوعية والنصائح اللي عم تقدموها، وبنتمنى هيك إنه وقتنا كتير قصير. نحن بس تفضل. بس سلط الضوء على شغلة بسيطة. تفضل. من يومين أقمنا فعالية كورس تعليمي لتعليم الخبز والمعجنات والحلويات. نعم. وبهذا الكورس نعم تواجد الكثير من المرضى. حلو. وتواجدهم مع بعض عمل لهم طاقة إيجابية. هلا يمكن عبر كلامك هذا نحن رح نوجه رسالة للجميع إنه هيدي الجمعية أيضا تعنى بجميع، يعني حتى الفعالية اللي ذكرتيها هلا تكون الرسالة وصلت للجميع. نحن بنعتذر إنه وقتنا قصير، ولكن حنستضيفكم بحلقات تانية وبمساحة أكبر. كل الشكر لكم. إن شاء الله. شكرا لوجودكم معنا. موفقين كمان. شكرا لكم. أكيد وصلنا لنهاية صباحنا اليوم، إن شاء الله نكون قدمنا لكم المتعة والفائدة، ونحن نتمنى لكم بقية النهار يكون حلو يا رب، أوقات حلوة مع العيلة. أكيد بنتمنى الفرج دائما، نقول يا رب الفرج على كافة الأصعدة، ومر هالشهر بخير وسلام وصحة لكم مشاهدينا. ضلوا بألف خير، وضلي بألف خير سالي. ضلي بألف خير زينب. شكر موصول أيضا لمطعم بابيليتو على استضافته لنا ضمن مساحتنا الصباحية لليوم. نذكر أنه مطعم بابيليتو هو بكفر سوسة وتميز بأجواءه العائلية الدافئة. ديروا بالكم من نزلات البرد، واخذوا احتياطاتكم، كورونا ما خلصت. إلى اللقاء.